تأخرنا، بس شيء كتير حلو كان وشيء كتير مفيد. يا ريت كل القادة الكنسيين بيعملوا يلي أنا عملته. هلا في ناس عندهم المعرفة والخبرة، بس أنا شيء جديد كان حلو ومهم علي. بعد جاي من دورة تدريبية حول طرق استعمال الميكروفون بالكنيسة والشاشة اللي بنعرض عليها الاحتفالات، نص الاحتفال وحتى الإضاءة، وحتى كيف واحد بيعالج الصدى بالكنيسة. هودي شغلات ما كنت اخذهم على الاعتبار. أنا كنت بوقت الأوقات كل اللي اهتم فيه إنه كل أغراض القداس حاضرة، كيف يكون محضر الوعظة، هاي قبل، بعدين صرت أقول تعليم مش وعظة. وإلى أن نهار بصير في شيء بالكنيسة أنا مش منتبه. طبعاً هون مش بهاي الكنيسة، أنا كنت بكنيسة تانية، بس نحن أخذنا هاي الكنيسة، كنيسة مارفريم بكفر دبيان، وبشكر أبونا جورج نخول دايماً بيستضيفنا تنوصل أفكارنا من خلال هالكنيسة. الكنيسة اللي أنا كنت فيها خدمت فيها سنتين، وبوقت من الأوقات دايماً مثل كل مرة الشاشة بتبقى قدام المذبح، وأنا على المذبح ورا مش عارف شو عم بيصير على الشاشة، وما عم بنتبه شو عم بيكون في صوت بالكنيسة. ما بشوف إلا الناس عم بيطلعوا يمين وشمال وعم بيبربروا، عم بيحكوا مع بعضهم، توشوشوا. خلص القداس وطبوا علي ناس جايين، شو في، شو صاير، شو بيكون، حدا كان بوشي؟ لا، بس أبونا أنت مش عارف شو كان عم بيصير. يعني شو كان عم بيصير؟ قال القداس، يعني نص القداس اللي عم يمرق على الشاشة، كان مدري شو عم بيصير، ساعة مقطوش، ساعة مش مفهوم، ساعة يعني في تخربط كتير، يعني ما قدرنا نركز وما قدرنا نتبع. وبعدين صوتك مش واضح يعني، وكل مرة بتحكينا ما بنفهم شيء، يعني نحن لو مش حافظين القداس ما فينا نتابع وما فينا نشارك، يعني شيء كتير هيك. ومرت حسب ما واحد، إذا قاعد واحد هالميل أو هالميل ما بيقشع، يعني إذا معه كتاب تيقرأ، يعني الدنيا مخبوطة فوقني تحتاني، ولو طيب ما خبروني، ولو أبونا أنت مش عارف ما تأخذونيش، أنا كاهن، أنا مش مهندس صوت. مهم صار جدل طويل عريض، وفدلينا رجعت أنا عملت تشيك أب على اللابتوب تشوف شو كان عم بيصير، وشفت إنه مدري شو صاير بهالباوربوينت تبع القداس، ومقطش ناقص، بينط من مطرح لمطرح، شو كان عم بيصير ما بعرف. وبلشت اوعى انه الضوء مش كتير كافي، او يمكن ضوء قوي او ضوء خفيف، وهالميكرو مش بعرف الميكرو، انا افتح لي هالميكرو واحكي. مهم رأيت فلو، رجعت كمان قعدت. هيك عادة بعمل، بس يواجهوني الناس يعني ولاد رعية بشي، باخد وقتي تفكر شو لازم اعمل. وإلا تاني يوم بدق التليفون، مين؟ قال لي جوزيف. ايه جوزيف، يا هلا. قلت انا بده يرجع يحكيني بموضوع امبارح شو صار بالقداس، وبدنا نرجع نعركها نعمل مشاكل. طولت بالي وقلت انا طيب شو ما كان حقه يحكي، ابن رعيه له الحق دائما. قال لي ابونا انا عايزك. قلت له تفضل. قال لي لا بدي اجي اشوفك. يلا تعا انت بالكنيسه؟ ايه. قال لي يلا خمس دقائق بكون عندك. فعلا شيء انه سكرنا الاتصال وبيوصل. قال لي بتعطيني دقيقه من وقتك؟ يلا جوزيف، ولو ما انت ابن رعيه وانا كل وقتي لك. فنقعد بالك ابونا يلي صار امبارح انا فكرت كيف فيني اعالجه. قلت له انت بدك تفكر، انت عم تفكر هيدا، انا لازم افكر كيف بدنا نعالج اللي صار. قال لي لا عن جد فكرت، وانا بقدر انه الكاهن يمكن ما عندهش وقت يروح يعمل تدريب تريننج على شغلات، بس انا اتصلت بناس اصحابي ومستعدين يامنوا لك دوره تدريبيه تتكتسب مهارات بخصوص الصوت والصوره والاضاءه وحتى الصدى بالكنيسة لما بتكون الكنيسة كبيرة. قلت له اف هو انا بدي ارجع اعملهم هلا؟ قال لي ما تعطي الهم، يعني ما تحط مشكلة قدام عينيك، شوف كيف بس ممكن يتحسن الوضع. طيب ابونا اذا انت بتحكي وما بيوصل صوتك، واذا هيدا الباوربوينت اللي بينحط، على فكرة انت ابونا بتطلع فيه؟ بقول له لا انا في صبية هي بتمشي. طيب يمكن هالصبية ما بتعرف هيدا اللي وصل لها، النص اللي وصل لها، انت ما بتعرف؟ قلت له بتعرف مش كتير، انا يعني هيك بعرف بهودي تقنيات الباوربوينت ومدري ايش. طيب والاضاءه؟ قلت له ما بفهم بالكهرباء، ما تجي لعندي انا ما خصني بالكهرباء. قال لي طيب اذا بتقبل مني، ولازم تقبل لانه شغله مش
شيء حسب ذوقك، هو حسب الحاجة على الأرض. إذا بتعمل معروف، أنا حكيت مع ناس اختصاصيين بموضوع الصوت والصورة والإضاءة والصدى، ضروري تروح تعمل دورة تدريبية كيف تعرف تستعمل الميكرو، وكيف تعرف تستعمل الباوربوينت، وكيف تعرف تنتبه على الإضاءة. قال لي لأنه أنا كنت لاحظ لما كنا نجي مثلا على ساعات السجود قدام القربان، كنت لاحظ أنه يعني هالإضاءة فول لايت، يعني كل شيء في ضوء بهالكنيسة، وما نقدر نحط حالنا هيك بجو نروق، ما نحن جايين من ضوء العالم يلي بيبهر العينين، نحن بدنا نفوت نشوف الضوء يلي فعلا بفوت بغلغل فينا، بنقدر نصغي، بنقدر ننتبه، بنقدر نكون حاضرين قدام يسوع. ففي كتير اشياء بهالكنيسة. قلت له كجوزيف هلا فقت تجي تقول لي من بعد كذا سنة؟ قال لي منيح، هلا أحسن من بعدين، شو رأيك؟ انه هلا ننتبه من احسن من انه نضلنا مكملين ما معنا خبر شيء والناس مش عم بيستفيدوا. قلت له لكن بدك تقول لي هلا كثير اشياء من اللي صارت يعني ما فادت الناس؟ وقال لي اكيد. قال لي انا واحد من الاشخاص، انا لو من حب يسوع ورعيتي ولك ابونا وانه انا بنتمي لجماعه، انا ما بيجي، مش دائما بفهم اللي انت عم تحكي، مش دائما بقدر ادخل ويعني شو بيقولوا يعني كون انفولفد، يعني فوت بقلب الحدث وقلب الاحتفال، لانه في كثير عوامل يعني ما كانت بترضيني. بس بقول انا انه طب انا خلص مش الحال. قلت له لا، كان لازم تقول لي اياها من زمان. على كل حال طبعا عاتب بعضنا، انا بشكرك انه رح روح اعمل هيدي التريننج، انت بتبلش وين العنوان؟ دلني. وقال لي ابونا انا بدفع. قلت له الموضوع مش موضوع مصاري، مش مشكله، يعني اذا هالشيء بفيد انا مستعد، يعني ادفع قديش بدك. قال لي اول مره بسمع خوري بيقول عم بيمزح انه لا، انه مفترض لخدمتي ككاهن مفترض ما استغلي شيء، ما يكون في شيء غالي على اني انا اتدرب اكتسب مهارات ومهارات ما يعني لا حق لا يعني ما فيش حدود لها، ما لا عد لها مهارات. مش بس اعرف استعمل الميكرو بالكنيسه واعرف اذا هذا الميكرو مناسب ولا لا، الميكروفون يعني، واعرف كمان أعرف كيف نسق الباوربوينت على الشاشة، وحتى شو الأشياء اللي بتمرق وشو الأشياء اللي ما بتمرق، وأعرف حتى كمان الإضاءة كيف أعرف خفف الإضاءة أو الإضاءة يكون في تحديد معين لمطرح معين. مثلا ما فينا نعمل فول لايت، هلأ بلشت عم سمع لكم دروس يلي تعلمتها، ما فينا نعمل فول لايت يعني نشعشع الكنيسة وقت بيكون في سجود مثلا للقربين، يعني بمعنى انه نركز، نقدر نعمل نركب سبوت كهرباء بيضوي مثلا على المسبح على القربين ونطفي كل اللي حوالينا، لانه ما في حاجه للاضاءه هناك، تنكون عم نفوكس على القربين او على الصليب او على المسبح. هيدي كثير مهمه، يعني ما نكون عم نعرف، ما نكون عم نضوي تنضوي، لانه هاي الكنيسه لازم تكون مشعشعه. طبعا في احتفالات فينا نضوي فيها قد ما بدنا، بس الاهم من هو كلهم يعني شغلتين، بعدين بتجي الثالثة. أول شغلة قديش الكاهن بده يتعلم كيف يوعظ، كيف يعلم، كيف يستعمل مهارات الإلقاء، كيف يقرأ الإنجيل، كيف يلفظ منيح، كيف يعرف ما يكون عم بيقلد المذيعين على التلفزيون، لأنه الخوري مش مذيع على التلفزيون، مش مذيعة على التلفزيون بنعمل حركات مثلهم بس نعمل هيك جذب للناس. نحن الناس بدهم ينجذبوا ليسوع، من هيك بدي أعرف كيف بدي ألفظ، كيف بدي أحكي، كيف بدي كيف حتى أوقف، وين بدي أوقف، كيف أتحرك، كيف أشرك الناس لما بكون عم بعلم، كيف الناس يكونوا معي عم بيركزوا معي، كيف أجذبهم مش لإلي، أجذبهم للموضوع وللفكرة يلي أنا بكون عم بقولها. هيدي شغلة مهمة بالأول، لكن أنا ككاهن شو عندي مهارات بالإلقاء، بالقراءة، بالتعليم، باللفظ. تاني شيء كيف أعرف استعمل الميكرو وأتأكد أنه هل اللي أنا بحضر له يمكن ساعات وأيام عم بيوصل للناس أو مجرد استعراض كلمات. الأفضل واحد يحضر الدس على التلفزيون وخلص، يمكن على التلفزيون بيكون بركة أوضح، مش بوقت اللي بيكون واحد بالكنيسة. فكتير مهم أعرف استعمل الميكرو، شو خصائص الميكروفون أو الميكروفون يلي بستعمله، مش إنه حي الله يكون ميكروفون وأنا أحكي فيه، بالتالي سبيكرات يلي عم بيسمعوا الناس إنه مش حي الله سبيكرات
وهي كل العناصر. بركي المرة الجاية بعد منكمل نحكي عن المهارات يلي تعلمتها بهالدورة التدريبية، عن دوري كقائد بالكنيسة، كيف أعرف استعمل الإمكانيات التكنولوجية تكون رسالتي عم توصل وخدمتي عم بتكون إلى ثمار ومفيدة. رح روح هلأ شوي، بس انتروني راجع بسرعة.